عليكم ورحمه الله وبركاته. اليوم تاريخ 25 مباراه نهائيه بين العين ويوكوهاما. طبعا الذهاب خسرانين 2-1، وان شاء الله اليوم بتكون مباراه بالاخر ملعب فل برا داخل فل الملعب قبل ما تبتدي المباراه بخمس ساعات. ان شاء الله نتوفق اليوم، متاخرين شويه، خلونا ندخل ونلحق ونصور لكم. خلنا الملعب اجواء اجواء من أجل التقدم العين. هناك كاكو أمام فوق كاكو، والله إنه نداء التاريخ. انطرد الحارس وآخر دقيقة الشوط الأول. انطرد الحارس مستحيلة يا حكم، كرت أحمر يا حكم يا حكم. خلص الشوط الأول، صراحة بين الشوطين ضرب الحارس 2-1 تعادل لغاية العين. صوتي راح، يا رب تكمل باقي شوط واحد، يا رب ياخذ البطولة الثانية بإذن الله إن شاء الله. تعود الكرة، الله 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 الله. الثالث يا لابا يا الله يا لابا، عدي يا لابا، خلص يا لابا. مستحيل مستحيل، العين يتربع على Thank you.
ويهديها الليلة لقبا ثانيا، وربما الآن هدف خامس في هذا المكان، خامس. آسيا عيناوية، خلاص آسيا للعين، خلاص بعد 2016 اللهم لك الحمد. 5-1 للعين. خلصت المباراة 5-6 توتال 6-3 اللهم لك الحمد، بديناها وختمناها. صوت راح، الله يبارك فيك. الجمهور واقف من اول المباراة لاخر المباراة واقف. النجمة الثانية وين بنروح يعني؟ ابطال العالم، كاس العالم، خلاص ما نبغي شيء. اللهم لك الحمد اللي كنا نترياه من 2016 عوضنا، اللهم لك الحمد. الله يحييك. فرحان فرحان فرحان، فرحة لا توصف، ما اعرف شو اقول.